لو تقولي لنا يا فندم يعني اكتر عن مبادره تحويشه، وتعرفينا وتعرفي الساده المشاهدين ايه التسهيلات والمنح اللي بتقدم للاسر الاكثر احتياجا. هي المبادره لها سلسله كان قبلها من اللقاءات، فيها تثقيف مالي، فيها قرض وادخار لغايه ما تعرف التحويشه. احنا هنا المراه اهم حاجه انها تعرف عندها تمكين اقتصادي في اسرتها، تعرف ترشد استهلاك. فطبعا كان اهم حاجه تفهم يعني الثقافه الماليه جوه الاسره يعني ايه، ومنها فضلت لغايه التحويشه. التحويشه دي بيستهدف 25 سيده مثلا لمده 52 اسبوع، بتبدا تتعلم ازاي في وسط المجموعه، ازاي زي الجمعيه بالظبط بتاعت زمان، ازاي يبقى مع بعضهم يعملوا جمعيه، والجمعيه دي بنسبه تبدا من 10 جنيه 20 جنيه 30 حسب اتفاق المجموعه، ويبداوا من خلال التحويشه دي يبداوا يفكروا في المشروع. طب المشروع اللي هيتعمل ازاي؟ فالتمويل بيجي من التحويشه اللي هم عملوها. الحاجه الثانيه ان هي ممكن خلال المشروع ممكن تعمل قرض وتاخد القرض من تحويشه اللي هي عاملاها، كان احنا بنشجعها ان المال اللي انت معلش دكتور ماجده لو ممكن توضح لنا النقطه دي تاني، يعني ايه قرض من التحويشه اللي هي عاملاها؟ يعني انا هستاذنك، انا النهارده قدرت اعمل الجمعيه اللي هي التحويشه دي بتبقى مجموعه مع بعضها، فهنا الفلوس اللي موجوده بالكامل. انا واحده عامله مشروع محتاجه فلوس، انا اقدر اقترض من التحويشه بتاعتنا اللي هي بتاعت الكل، اللي الكل موجود فيها، كان بنك باخد منه عشان اشتغل وارجع بقى برد الفلوس بعد ما بكسب في مشروع وبربح. اتعمل لهم كمان كارت ميزه في التعامل مع البنك، لان ما كانتش تعرف يعني ايه بنك وانها تحط فلوسها في بنك. فدي طبعا كانت خطوه ثانيه انها لازم تعرف اي فلوس توديها البنك ازاي، تقدر تاخد من فلوسها ازاي، تعمل المشروع ازاي. الحقيقه في البدايه كانت الناس لسه مش عارفه المبادره، لكن بعدها نجحت في ان عدد كبير من السيدات اقبلوا على موضوع التحويشه، على موضوع ان هي ازاي تبقى عندها فلوس كاسهم حطاها في بنك او حطاها في مجموعه، وقت ما هتعمل مشروع لا انا عندي فلوس انا اقدر اعمل القرض. ففكره بقى القرض والادخار مع التحويشه وكارت ميزه دي بالظبط كده تطبيق عملي، كانها بتتعامل مع بنك، كانها بتتعامل في اقامه مشروعات. فدي اتعملت على مجموعات الحقيقه في مدن حياه كريمه ونجحت جدا جدا جدا. وصلت كام مجموعه كده دكتوره ماجده؟ وعدد نعم. السيدات قد ايه؟ لا احنا المجموعه الواحده بتبقى في حدود 25 والمده طويله مش مده صغيره 52 يعني. اسبوع نعم. تمام. انا بقى بقول لحضرتك كام سيده دخلت في هذه المبادره وعددهم الاجمالي قد ايه؟ لا ده احنا يعني مش كل مره 25 سيده فقط، يعني 25 ده شكل المجموعه، لكن انت ممكن قوي يبقى عندنا اكتر من 400 500 سيده في البدايه ابتدينا بيهم ومستمرين لسه. طب دكتور يعني ممكن سيده مثلا تقدر تستفيد من مجموعتين، يعني تقدر تخش مثلا في جمعيتين لو محتاجه مبلغ اكبر؟ هل في شروط عامه يجب توفرها في المستفيدات من هذه المبادره؟ هي في معايير موجوده، ولكن احنا دايما بنقول المجموعه في المشروع يعني في المجموعه الواحده عفوا، لان هم بيتعرفوا على بعض الاول ولازم يبقى في بينهم ثقه المجموعه اللي موجوده، لان لو واحده اختلفت، لو واحده رجعت في كلامها ده بيسبب مشكله طبعا. فهو في الاول التثقيف المالي والندوات الاولى احنا بنخلي السيده تفهم يعني ايه وجودها جوه مجموعه، والعمل التعاوني اللي هو يبقى موجود، يعني الاهداف والمعايير يعني مهمه جدا جدا عشان يبقى في تالف بينهم وثقه بينهم ويبدا المشروع. نجاح المشروع متوقف على تعاون الناس مع بعضها في المجموعه الواحده. لو انا حضرت تطلع وتروح تاخد من مجموعه اخرى هي ليس لها صله بيها، لم تتالف معاهم من قبل، لم تشارك بالاسهم اللي هم حطوها مع بعض، هدف المجموعه مع بعضه دايما بيبقى هو الاساس في نجاح المجموعه.
طيب هل ما يقوم به المجلس القومي للمرأة في إسكندرية هو التنسيق بين هذه المجموعات فقط؟ طبيعة الدعم المقدم من المجلس إيه يا فندم؟ ولا كل سيدة زي ما حضرتك ذكرتي بيدخلوا في إطار مجموعات زي جمعية كده وكل حد بيشترك بماله الخاص؟ حضرتك دور المجلس القومي هو الأساس في كل حاجة، لأن إحنا السيدات ما عندهاش وعي أساساً، فإحنا دورنا الأول بيبقى فيه وعي بأهمية القرض والادخار، بأهمية إزاي تعرف تعمل مشروع، إزاي تقدر تعتمد على نفسها وترفع الحوج أو العوز الأسري اللي موجود، بتساعد الزوج، بتساعد الأبناء. دور المجلس القومي يعني لو مش هو اللي موجود عمر ما كانت الفكرة دي هتكون موجودة، عمر الناس ما كانت هتفهم. وده مش المشروع الواحد، احنا في ريادة أعمال بتبقى موجودة، في توعية في أمور كتيرة طبعا مهمة جدا يا فندم. التوعية بالفعل هي موجودة وفي مبادرات كتيرة جدا بتعمل على رفع الوعي، مش هنقول بناء الوعي لأنه بقى في حالة من الوعي كبيرة جدا عند السيدات في كل محافظات الجمهورية، لكن احنا شغالين على رفع مستوى هذا الوعي. بالظبط كده. وانا عايزه اقول حاجه، انت بدون وعي لا يمكن تتقدم خطوه واحده. بكل تاكيد يمكن عشان كده دكتور مجدي حضرتك موجوده معانا دلوقتي، لان عشان فكره الوعي بالمشروع بحد ذاته والوعي باهميه انه يكون للمراه المصريه كيان اقتصادي خاص بيها. بس خليني ارجع لحضرتك مره ثانيه لفكره تحويشه، لانه يعني خليني اتحدث بلسان حال المشاهدات بما ان المبادره دي خاصه بالسيدات. ممكن حد دلوقتي يقول طب احنا ايه الجديد؟ يعني احنا بالنسبه لنا من زمان جدا الجمعيه دي موجوده مع اهالينا والجيران والجيران الجيران، وبتوصل لارقام بالمناسبه في المجموعه الواحده كبيره جدا، يعني ممكن يكون شارع كامل سيدات، شارع كامل داخلين في نفس الجمعيه. ايه الفكره؟ يعني حضرتك قلتي انه بيحصل المجموعات دي او بيتم تنظيم المجموعات دي، بعدين بيتم انه بتدخل في مشروعات، المبلغ ده بيتم استغلاله في مشروعات وما الى ذلك. هل ان هي يعني منظومه مع بعض ولا ايه الفكره؟ خلي بالي حضرتك انت، الجمعيات اللي كنا زمان بتتعمل وكده ما عادتش زي زمان، لان الظروف الاقتصاديه والمعيشه اللي الست بتعيشها، ازاي تعرف توفر بقى من جوه بيتها عشان تعمل دي؟ هم ما عندهمش الكلام ده. هي اول ما بتقعد وبتتكلمي معاها بتقول طب وانا اجيب منين؟ طب انا اعمل ايه؟ طب ما هي نفس الفكره، هتجيب منين عشان تدخل في المجموعات برضو؟ لا، هنا احنا بنعلمها ثقافه جديده جوه الاسره، ازاي ترتيب الاولويات، يعني بنديها ثقافة جديدة ازاي ترتب اولوياتها في الاسرة، وازاي يبقى الصرف عشان ترشد الاستهلاك وتقدر توفر. لان هي من غير ما تعرف تعمل كده جوه بيتها، وده الجديد اللي احنا بنعمله، ثقافة الوعي لترشيد استهلاك اقتصادي في الاسرة لمصلحة الاسرة. لو هي ما عملتش كده طب هي هتجيب منين؟ احنا بنساعدها ان هي ترتب الاولويات، تقدر توفر. وفرت 5 جنيه هتعمل التحويشة وتبدا باقل حاجه ممكنه، وهتبدا بفكره صغيره جدا، الفكره بتكبر في وجود المجموعه. لو المجموعه احنا التطبيق كان على 25، انا اقدر اكبر المجموعه اكتر من كده، وتقدر تبقى احنا رحنا في اماكن الكلام ده ما كانش موجود فيها. يعني حياه كريمه كان اساسها بناء الانسان وتنميه الاسره. فالنهارده انا لما بروح لمكان المراه اللي موجوده محتاجه وعي، محتاجه ده في اميه في لا تقرا ولا تكتب، فانت النهارده بتحطي ضوابط انها تكون بتعرف تقرا وتكتب، ان هي عندها رقم قومي، حاجات كتيره بتبنيها مع المراه داخل الاسره عشان تنجح في المشروع. احنا بنوصلها لان اتعمل لها ورش في الاماكن اللي فيها تدريب، الورشه دي كانها بنك، وكان البنك ازاي تروح له وشاب وتطلب ميزه عشان هي عايزه تتعامل على مشروع، فبتاخد خبرات تطبيقيه ميدانيه من خلال الورش اللي بنعملها في الاماكن اللي هم عايشين فيها هناك. فهي العمليه بالتدريج بتوصل لغايه ما وصلنا دلوقتي ان التحويشه هم بيقعدوا بيتدربوا مع بعض، ودي نماذج عمليه، ما هوش بالنظري بيتعمل، ده بيتعمل نماذج عمليه بيتدربوا يوميا، وفي النهايه بيعرفوا ازاي. يعني كل واحده معاها مثلا علبه كرتون، والعلبه دي اللي هي هيبدا فيها التحويشه، بتتحط بطريقه معينه، لازم يبقى في عامل الجذب ساعه العمل ده، عشان انت بتتعاملي مع مستويات وثقافات مختلفه، لكن هي المهم النجاح في تحقيق الهدف.
ان انا اقدر اخلي. هل بيكون في دعم طيب يا فندم لاختيار المشروع المناسب؟ بعد ما هي بتختار المشروع اللي هي عاوزاه وفكره المشروع وعندها قدره على انها تقوم بهذا العمل. احنا عندنا جهاز تنميه المشروعات عظيم موجود معانا الصغيره والمشروعات المتناهيه في الصغر، فاحنا بنوصلها بقى للمكان. هي خدت فكره خلاص، عرفت ازاي انها لو في قرض ازاي تدخر، ازاي تحوش، هتعمل المشروع. من ضمن الحاجات بقى اللي لازم تعرفها انه هي في المشروع لازم عندها اداره للمشروع تعرف تديره، لازم يبقى في ربح لها. يعني هي زي ما حضرتك تحدثت يا دكتوره ماجده، هي منظومه متكامله، مش فكره ادخار فلوس فقط ولا فكره انها جمعيه فقط، الموضوع منظومه متكامله بتبدا من يعني زياده الوعي والثقافه، بعد كده زي ما حضرتك قلتي تدخل ضمن مجموعات تحويشه، بعد كده بتبدا ان هي كمان تخش في ورش عمل تفهم اكتر عن المشروعات وازاي تقدر تدير مشروع وما الى ذلك، وبعد كده تقدر تكون ان هي صاحبه عمل. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره ماجده الشاذلي رئيس المجلس القومي للمراه بالاسكندريه.